عبر سكايب الآن هيكون معايا بابا فاسيليو المدير الفني الحالي لنادي البنك الأهلي. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا لك لدعوتك الكريمة. رمضان كريم ورمضان كريم لكل شخص. شكرا. انت واحد خلاص بقيت من الاسماء الكبيره في الدوري المصري من المدربين الاجانب اللي كان ليهم تاثير في كل تجربه، الان لديك تجربه صعبه جدا امام او مع البنك الاهلي، الفريق الذي يصارع في منطقه الهبوط هذا الموسم على غير العاده. ما هو الوضع الان بالنسبه لعملك مع البنك الاهلي؟ Sorry, can you repeat the question? I cannot hear it. ماشي. مرة أخرى أتحدث معك عن البنك الأهلي، تجربة أكيد صعبة عن التجارب الأخرى اللي أنت اشتغلت فيها في مصر، ماذا عن عملك الآن في البنك الأهلي خاصة أنه انتصار وحيد حتى الآن خلال مشاركاتك مع البنك الأهلي أو إدارتك للبنك الأهلي؟ Yes, of course. نعم بالطبع، حينما توليت مسؤوليتي في النادي البنك الأهلي كانت مهمة صعبة وموقف صعب بالنسبة للنادي، ولكن نحن نعمل بجد، وبالنسبة لي كان فهمي الجزء التكنيكي للاعبين والتمركز الخططي كان ينبغي عليه العمل بأكثر. طبعا نحن في أغلبية المباريات كنا متأخرين في النتيجة، ولكن الآن نسعى للاستعداد بشكل جيد والعمل بشكل شاق من أجل تحسين من وضعنا الحالي. نحن لدينا مباراة رائعة ضد فريق الأهرام، فريق بيراميدز، ولكن الأداء، ما أعجبني في هذه المباراة كان الأداء جيدا جدا من لاعبي البنك الأهلي، وكان فوزا مستحقا على بيراميدز. البنك الأهلي من الفرق اللي عملت تدعيمات كبيرة قبل بداية هذا الموسم، وهذه التدعيمات لم تؤتي بثمرها خلال هذا الموسم، هل ترى أن بنك الأهلي فريق مكتمل لديه تشكيلة قوية ولكن سوء الحظ فقط هو اللي مسبب لهم ده، ولا كان هناك أخطاء فنية هي اللي تسببت في المكانة اللي عليها البنك الأهلي الآن؟ نعم بالطبع، هو فريق وتوليفة جيدة من اللاعبين، وأنا أثق بقدرات لاعبي، ولكن الموقف صعب، وكان ما وجدته من مستوى للاعبين كان مستوى صعبا، والموقع في جدول التدريب كان موقفا صعبا، ولكن على اللاعبين بذل ما بوسعهم. طبعا هنالك اختلاف كبير بين أن تتولى مسؤولية من أول الجدول الدوري أو من بداية منافسات الدوري الممتاز على أن تأخذ المسؤولية في منتصف الدوري الممتاز. هنالك فرق بين الجهتين، أن تجهز فترة إعداد قبل الموسم الرياضي، وفرق كبير بين أن تأخذ وتتولى المسؤولية فريق وأنت في منتصف منافسات جدول الدوري الممتاز. طبعا للمرة الأولى كنت علي الإعداد في أول أسبوعين قبل الفريق، كان علي أن أستغل الفرصة بالعمل مع اللاعبين وتحفيزهم وكيفية فهم خطط لعبي وما الذي نريد بذله في الخطوات القادمة وما هي رؤيتنا لفريق البنك الأهلي بخصوص الأداء، وعلينا أن نركز على أهداف نادينا، وليس فقط التركيز على الجزء الخططي والتكتيكي، ولكن علينا أن نعمل معا بمكان أفضل للبنك الأهلي، بأن نكون مهاجمين بالكرة، أن نكون أكثر تماسكا وترابطا على وجه الخطوط، وأن نفعل كل ما بوسعنا
فقط من أجل لعب المباراة وأن نركز على كل مباراة على حدة. فعلينا فهم هذه النقطة وما هي متطلباتنا من كل لقاء نلعبه وما الذي نريد أن نطبقه ونفعله على أرضية الميدان، وبالتالي نسعى للتقدم وأن نسعى قدما. المباراة القادمة ليكم هتكون أمام نادي الزمالك في كأس الرابطة. الوضع بالنسبة لكم مش أفضل حاجة هذا الموسم، نفس الأمر بالنسبة لنادي الزمالك، كيف ترى هذه المواجهة والمنافسة فيها؟ I'm sorry, can you repeat? Well, there is nobody to underestimate. حسنا، لا يوجد شخص في كرة القدم المصرية أن يقلل من حجم الزمالك ومدى قدرة لاعبيه. نعم، اللقاء سوف يكون صعبا أمام الزمالك ونحن في موقف صعب. نحن بالطبع سوف ننافس فريق مثل فريق الزمالك، فنحن سوف نكون في موقف صعب، لكن سيكون لقاء مثيرا ولقاء مهما لرؤية الاستمرار الأداء للاعبين وما أظهرنا أمام المباراة السابقة أمام بيراميدز، ونحن سوف نسعى ونركز على هذا اللقاء ولدينا الفكرة التي نأخذها ونطبقها على هذا اللقاء تحديدا. لدينا الطموح في لكي ننافس في منافسات كأس الرابطة. نعم، أود أن أرى فريقي كيف يتحمل وكيف يقدم من أداء على أعلى مستوى أمام نادي بحجم الزمالك، فسوف يكون مباراة جيدة ورائعة. بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة والمشاركة معنا في برنامج رقم 10.